السلام عليكم اخواني اخواتي، فيديو جديد. اليوم هي الاثنين، كما كتشوفوا حالة الطقس غائم ودرجة الحرارة الان كاينة درجة واحدة والساعة 8:05 وغدا تطلع درجة الحرارة ان شاء الله لستة ديال الدرجات. قبل ما نبدا هذا الفيديو بغيت نشكر بزاف الناس اللي تواصلوا معايا وقالوا لي بانهم كانوا متبعيني ملي كانوا في البلاد، ملي كانوا في المغرب وباقي متبعيني، يعني جاوا لهنا وباقي متبعيني وقالوا لي بان الفيديوهات ديالي فادوهم بزاف. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، هادشي كيفرحني وكيزيد يشجعني باش نزيد ندير فيديوهات اكثر فاكثر. ونتمنى من الله ان شاء الله الله يقبل لي هاد العمل اللي كندير في ميزان الحسنات ان شاء الله. نزيدو نكملو على الحسنات ان شاء الله ونهضرو في الفيديو ديال اليوم. الفيديو ديال اليوم غادي نتكلموا على واحد المتجر سميتو ايجيا. الناس اللي كاينين هنا راه عارفينو، سميتو ايجيا اي جي ا. هذا كاين في واحد الفيلاج نورماندان، والناس اللي كاينين في لي بتي فيلاج باغي اليد العامله ولكن ما لقاهمش لان عندهم واحد الصعوبه مع الكنديين اللي كيخدموا عندهم، ما كيجلسوش معاهم، تيخدم واحد الوقيته تتبان لي شي حاجه ما احسن صافي تيمشي كيبدلو، وتبقى ديما هذاك صاحب المتجر تبقى في ازمه وما تكونش عنده واحد الاستقرار، واحد ستابيليتي ما كايناش. ولهذا ولاو هما تيلجؤوا تيمشيو يقلبوا على العمال اليد العامله خارج كندا. وغادي تسمعوا ان شاء الله في الفيديو اللي غادي يجي من بعد هذا، من هنا واحد ساعه ولا واحد ساعتين ولا ثلاثه السوايع غيجيكم ان شاء الله فيديو اخر اللي فيه دليل على هذا الشيء اللي تنقول لكم. غادي تسمعوا بودنيكم هاد صاحب المتجر كيهضر مع الصحفي ومع لي غوسورس هيمان. لي غوسورس هيمان حتى هي تتعاود الاجراءات اللي داروا مع هاد المهاجرين الجداد اللي جاوا. قال لك بان هاد المتجر صاحب المتجر لقى صعوبه فاش يلقى اليد العامله مستقره، ولهذا رغم ان التكاليف غاليه التجأ اليد العامله على برا ومشى تيبحث على العمال ديالو في المغرب وفي الكاميرون والكوت ديفوار. كيفاش قلب عليهم؟ مشى ليزاجونس، ليزاجونس دو بلاسمون. انا شحال من مره تنقول لكم انكم تسجلوا راسكم في لانابيك، لانابيك اللي عندنا في المغرب سجلوا فيها، راه فايتين خداو منها وتياخذوا منها ومازال كياخذوا منها، لان دايره معاهم واحد اتفاقيه لانابيك كتصيفط لهم الخدامه وتياخذوا حتى من الدول الافريقيه. ما عرفش المغرب، ما عرفش الجزائر وتونس، ما عرفش شنو عندهم، ولكن المهم انا كنعرف بانهم كياخذوا من الدول الافريقيه ومن المغرب. وغادي تسمعوا بانه شرى دار لان باش يكري ليهم، وقال لك بغى يخليهم يسكنوا في واحد يحسوا بالراحه، يحسوا بالراحه يعني انه شرى دار باش يستقروا، لانه خصو يكري ليهم وخصو بزاف المصاريف. هو مشى شرى دار وجلس فيها هاد العمال ديالو، وقال بانه فايت ليه خدام معاه، يعني باقي خدام معاه واحد المغربي بوشي يعني جزار اللي جا هادي عامين وخدام معاه وفرحان الحمد لله، قال لك بخير مستقر. وهذاك المغربي يعني هضر معاهم وجابوا لي حتى الزوجه ديالو، يعني حتى الزوجه ديال داك المغربي وولدو صغير حتى هو جا، ودابا كلهم مستقرين في داك نورموندان في داك الفيلاج، والمراه والزوجه خدامين والطفل تيمشي للمدرسه من طبيعه الحال. وقال لك بان هذاك المغربي ولا هادو اللي مشاو هاد الكاميرونيين ولا الكوت ديفواريين من ساحل العاج او المغاربه اللي مشاو، قال لك باغين يبقاو مستقرين تما في داك نورماندان لان لقاو الراحه ديالهم. وهذيك السيده ديال لي ريسورس هيمان غادي تسمعوا بودنيكم بانها قالت بانها دارت معاهم الاجراءات الكامله باش يبقاو يكون عندهم واحد الاستقرار وواحد الراحه، ومشاو معاهم لي زيرجونس، داوهم للسبيطار وراهم الاجراءات كيفاش كدوز في لي زيرجونس، داوهم يعني كاع صوبوا لهم الوريقات يعني
وراوهم كيفاش تصاوب الوريقاتها، كيفاش الا عندك شي حاجه بغيتي تصاوبها ولا شي حاجه، يعني مشاو معاهم وراوهم الاجراءات وكيفاش كتدوز العمليه مثلا في السبيطار في المستشفى. ولا نتمنى ان هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. ولكن الغرض انا اللي درت من هذا الغرض من هذا الفيديو شنو هو؟ وهو باش نزيد نقول للاخوان تسجلوا في لانابيك، تسجلوا في لانابيك. الا كان عندك القدره انك تدفع الاريما ولا اكسبريس ولا اتلانتيك دفع، ماشي مشكل، ما عندك با دير بلانابيك كتدفع، عندك ديبلوم، عندك مستوى، الحمد لله دفع وتسنى، راه غادي يجاوبوك ان شاء الله وتجي. بينما الا ما كانش عندك القدره وعندك ديبلوم وما عندكش القدره وهذا، دفع لانابيك وتسنى الحظ ديالك، تسنى الحظ ديالك ان شاء الله يجيب الله تيسير. وعلى فكره هاد الناس هادو اللي جاو لهاد نورموندان، راه الاجراءات خدات تقريبا قال لك ما بين سنه حتى سنه ونصف، ما بين سنه حتى سنه ونصف، يعني اجراءات طويله. وداروا معاهم الزوم، هذيك لي ريسورس هيومان دارت معاهم لو زوم. شنو هو الزوم؟ هو بحال سكايب، الناس اللي تعرفوا سكايب ولا تعرفوا الواتساب، كلشي تعرف الواتساب، كيديروا معاك واحد المقابله عبر الانترنت، كيهضروا معاك المره الاولى وهضروا معاهم المره الثانيه وهضروا معاهم المره الثالثه، يعني كل مره كيعيطوا لهم فترات متفرقه، شوف واش على شهر ولا شهرين، هما كل مره كيعيطوا لهم. علاش؟ باش يعرفوا هذاك المهاجر واش مقتنع بالهجره ديالو لكندا ولا لا. صافي ملي كدوز المره الثالثه تعرفوا ان ذلك مهاجر باغي يهاجر، كتبدا الاجراءات مع لانابيك ومع دوك لي زاجونس دو بلاسمون، كيبداو الاجراءات النهار فاش يكملوا الاجراءات صافي السيد او السيده كتاخذ الفيزا ديالها وكتجي. والله ما يسر، الله ما يسر، تسجلوا في لانابيك وتوكلوا على الله، واللي فيها الخير الله يجيبها للجميع. يلا نخليكم على خير والى اللقاء، السلام عليكم.